السلام عليكم متابعينا الكرام. الدرس الثاني من دورة تصميم الطرق باستخدام برنامج السفر 3D. هواية طلبوا مني ملف النقاط، رفعته لكم بلينك موجود أسفل الفيديو في خانة الوصف، تقدرون تسوي له داونلود. وملف ثاني جواه ملف السنتر لاين، إحداثيات الطريق راح نستفاد منها مثل ما راح أشرح لكم هسه. بالدرس الأول تعلمنا شلون نستورد النقاط للملف للبروجكت اللي بدنا نشتغل به، وشلون سوينا السيرفس، وشلون عرفناه اعتمادا على النقاط. بالدرس الثاني والخطوة الثانية من تصميم الطرق انه لازم نسوي الالايمنت. الالايمنت اللي هو هذا قبالكم، الالايمنت هو مسقط الطريق، مسقط الافقي للطريق، يعني وين الطريق راح يجي، منين يبدي ووين ينتهي. فلازم عندنا خط يبدي منه الطريق وينتهي بالطريق، يعني نقطة بداية ونقطة نهاية. فمنين راح نسوي هذا الطريق؟ شلون راح نجيبه؟ راح نجيبه أما عن طريق خط موجود عندنا بإحداثيات، أو عن طريق ملف بإحداثيات سنتر لاين الطريق، أو يقولون لنا مثلا يبتعد عن فلان مكان هالقد، يبتعد عن فلان مكان هالقد. يعني لازم عندي فد ريفرنس من خلاله أسقط سنتر لاين الطريق، على أساسه أسوي الألاينمنت مثل ما هسه راح نسوي. قبل كل شيء النقاط الموجودة عندي هنا أنا راح أخفيها حتى لا يصير عندي هوسه. فمجرد ما اضغط على واحده من النقاط اروح على البوينت جروب بروبرتيز، مجرد اخفيه واقدر بعدين ارجعهن، يعني مو مشكله. اسوي البوينت ستايل هنا اسوي نون، والبوينت ليبل اسوي نون، واقول له اوكي اختفى عندي النقاط. والخطوه الثانيه اللي اسويها همي انا اخفي السطح اللي عندي، ابقي بس الحد الاخضر مالته حتى اعرف انا وين دا اشتغل. مجرد ما اسلك السيرفس اقول له سيرفس بروبرتيز، اروح هنا على السيرفس ستايل واسوي بوردر اونلي واقول له اوكي. هنا هسه راح ننزل السنتر لاين مال الطريق بالملف الموجود عندي، فاروح على التول سبيس على البوينتس كرييت امبورت بوينتس اد سنتر لاين رود. هذا الملف هو عباره عن احداثيات سنتر لاين الطريق مثل ما تشوفون، تبدأ بنقطه 50 تنتهي بنقطة 68، هي عبارة عن Point East North Z. وخليها بجروب أسميه Center Line وأقول له أوكي. أعطي أوكي مرة ثانية، طلعت عندي هاي الإحداثيات موجودة قبالكم. هذا Center Line الطريق، هاي النقاط يبدأ بهاي النقطة وينتهي بهاي النقطة. هسه راح نجي نسوي الألايمنت. شلون نسوي الألايمنت؟ مجرد ما نروح على الألايمنت اكو عدة اختيارات لتكوين الالايمنت. طبعا اكو الالايمنت مال الطرق اللي هسه راح نشتغل عليه، واكو الالايمنت مال نتورك بايبس مال مجاري مال مي مال اي شيء. فنروح على الالايمنت كرييشن تولز، دوس عليها. هنا انا راح يقول لي سمي لي الالايمنت، راح اسميه رود سي دوت ال، رود سنتر لاين او اي اسم انتم حابين تسموه. هو عبارة عن شنو التايب مالته؟ هو عبارة عن سنتر لاين ديسكريبشن، اذا تبدون تكتبون ديسكريبشن او ما تريدون كيفكم. هنا انا ستارتنج ستيشن، يعني راح يبدي بيا ستيشن، يفضل انه يبدي بالصفر دائما، او اذا انتم حابين مثلا عندكم اكثر من بارت للطريق، مثلا انتم اشتغلتوا الطريق من الصفر لل 150 متر مثلا، وتردون بعدين تشتغلون يبدي من ال 150، فهنا انا تكتبون 0 زائد 150، او كيلو وين ونص 2 زائد 500 يبدي بالستيشن اللي انتو تريدوها. فان هنا راح ابقيها على صفر. هنا انا السايت مالتي راح يبقى نون، الالايمنت ستايل بروبوست اللي هو الواقع الحال، الالايمنت لاير عفوا هنا، او اذا تردون تضيفوها بلاير غير شيء بكيفكم انتو بعد. الالايمنت ليبل سيت هنا انا ما اسويها، ما يحب انه تكون اول ليبلز، راح اسويها ميجر اند ماينر، يعني الليبلات اللي راح تطلع بالالايمنت راح تكون ميجر اند ماينر ستيشن اونلي. نروح على ديزاين كريتيريا، هنا انا اقول له يوز كريتيريا بيس ديزاين. هنا الكريتيريا يعني هنا المواصفات الطريق اللي راح تصير اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الاشتو، اعتمادا على الاشتو 2011 مترك اي ماكس 4%، هذا يبقى ديفولت دائما. الترانزيشن لينث تيبل، هنا أنا كم لين بالطريق، يعني كم خط، يعني بكل سايد اكو 2 لينز، يعني سايد الرايح بي 2 لينز والسايد الجاي بي 2 لينز. والسرعة التصميمية هنا إذا تبدون تغيروها، أو إذا قالوا لكم مثلا هذا الطريق نريده بسرعة تصميمية 120 أو 200 أو 100 أو 130 حسب اللي هم يقولوا لكم عليه، أو أنتم تبقوها 100 مو مشكلة. نقول له أوكي،
ورا ما قلنا له اوكي احنا نجي من الالاينمنت. هاي هنا طبعا راح تطلع لي خانه التولز اللي من خلالها راح ارسم الالاينمنت. هنا من هاي راح اقدر ارسم الالاينمنت اللي عندي، بس راح ارسمه هنا شنو؟ نو كيرفز لو وذ كيرفز، يعتمد على شنو؟ هنا اذا كان الخط مالتي عدل، الطريق مالتي عدل فاسويها نو كيرفز، واذا كان الطريق مالتي بي كيرفات مثل ما تشوفون هسه هنا بي لوفات، يعني هو مو خط عدل، فاسويها وذ كيرفز. فمجرد ما دست على الوذ كيرفز اجي اسلك اللاين اللي عندي الالاينمنت. منين راح يبدي؟ راح يبدي من هاي النقطه او من ذيك النقطه، بكيفكم انتم بعد منين هو راح يبلش؟ راح يبلش مثلا من هاي النقطه. وين راح يمشي؟ راح يمشي وصل لهاي النقطه، يلوف وصولا الى هاي النقطه، الى هاي النقطه. الى النقطه الاخيره. نقول له انتر. ورا ما قلنا له انتر نسد هاي النافذه مال تولز، مال الاينمنت تولز. نجي نباوع، ما عندنا مثلثات، ما عندنا علامات تعجب، يعني ما عندنا اي مشكله. الالاينمنت تمام كامل. هنا أنا مثل ما تشوفون هي النقطه هنا، بس رسم لي سنتر لاين هنا، لان اعتمادا على الاشتو، على السوبر اليفيشن، واعتمادا على السايد سلوب، واعتمادا على الراديوس اللي هو انطاه كله عباره عن ديفولت، سوى لي اياه زحف اللي جاي بصوره انسيابيه وكامل لحد الستيشن الاخير اللي هو ستيشن 0 زائد 998 متر. هسه لهنا كملنا الالاينمنت، بس اذا نريد نعدل هذه الليبلات الموجوده مثلا ابدا اظهرها بصوره شويه اوضح، اسلك هاي الليبلات واروح على الايديت ليبل جروب. هنا انا ضفت الميجر والماينر. هنا الميجر ده يقول لي كل 20 متر اسويها مثلا كل 50 متر اظهر لي ميجر، وكل 25 متر بسنتر هي اظهر لي الماينر. هنا انا ما اريده مائل بارلل وذ لاين مع الخط، خط الالاينمنت، اريد الليبل يكون عمودي. فمجرد ما اسلكه اقول له بيربندكولار وذ لاين، يعني عمودي على الخط، واقول له اوكي، واقول له اوكي. شوف شنو اللي راح يصير، صار عمودي على الخط وكل 50 متر، يعني ستيشن يبدي بصفر، 0 زائد 20، 0 زائد 40. هنا احنا سويناها 50، ما سويناها فنقول له 50. هنا كل 25 الماينر والميجر 50 متر، يعني كل 50 متر اظهر لي ميجر ستيشن، وكل 25 متر اظهر لي الماينر اللي هو التك هذا الصغير مثل ما تشوفوه، اظهر لي الماينر ستيشن، واقول له اوكي. هسه انا مثل ما تشوفون كل 50 متر اظهر لي ستيشن، يبدي بالصفر، 50، 100، 150 الى اخره. اريد اكبر هذا الليبل، اروح على جروب، ليبل جروب، وادوس هنا على هاي، وهنا هذا طبعا على الميجر بدنا نحكي، ونروح على الايديت. هنا الستيشن مالتي اريد التكست هايت يصير 5 مثلا، هسه مثل ما تلاحظون راح اقول له اوكي، مو 50 عفوا، 5، اقول له اوكي. تشوفون كبرت، بس زحفت صارت يعني على الالاينمنت، انا ما اريدها توصل لهذا الخط الاخضر. فشو اسوي لها شويه بعدها اللي جاي؟ شلون ابعدها؟ اسلكها، اروح على الايديت ليبل جروب، واروح مره ثانيه على على الستايل مال ليبل، واقول له ايديت، واروح هنا على الاكس اوف سيت، اغيره اسوي مثلا 30، ابلاي. مثل ما تلاحظون زحفت مبتعده عن الالاينمنت بهذا الشكل. نقول له اوكي اوكي اوكي. هسه هنا أنا صارت شوية أوضح، تردون تبعدوها بعد، زيدوا هذا الإكس اللي قلنا عليه. هسه شوية صارت أوضح وأرتب. أريد أضيف السرعة التصميمية لهذا اللي أوت، أسلك الليبلات مرة الأخ، وأروح هنا وأجي هنا على التايب، أضيف الديزاين سبيد. مجرد ما أضغط على الديزاين سبيد أقول له آد، وأقول له أوكي. هنا أجي راح ألقاها موجودة بالبداية، ديزاين سبيد 100 كيلو متر بالساعة، بلاي ستيشن 0 0. اسوي له ايديت، اروح على الديزاين سبيد مره ثانيه، واروح على ايديت شويه ابعدها مثلا 30، اقول له انتر. هذا الستيشن والديزاين سبيد، اقول له 30، انتر، اقول له اوكي اوكي اوكي.
مثل ما تلاحظون صارت شوية أوضح وأرتب. يبدي بستيشن 0 وينتهي بستيشن 998. ديزاين سبيد واضحة. لحنا أنا تعلمنا شلون نسوي الألايمنت للطريق اللي هو المسقط الأفقي للطريق. اترك لايك، اترك تعليق، سوي سبسكرايب إذا ما شايف الفيديو الأول لهذه الدورة، يروح شوفه لأن كلش مهم، يعني شغلة مرتبطة بشغلة. لازم تتعلم الدرس الأول حتى تقدر تكمل وتتعلم الدرس الثاني. إذا حابين أستمر كتبوا لي تعليق حتى أكمل الدورة لآخر مرحلة من مراحل تصميم الطريق. نلقاكم إن شاء الله في الدرس الثالث من دورة تصميم الطريق باستخدام برنامج السوفر 3D. تحياتي لكم أخوكم المهندس حمزة الصيهود، في أمان الله.